هذا التواصل. ما شاء الله تبارك الله، يبدأ شوط جديد وتعود الانطلاقة أيضا، والزملاء يتابعون تحديات الانطلاقات. شكرا للزميل عبد الرحمن أحمد أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، لازلنا نتواصل وياكم شوطا تلو شوط، وهي انطلاقة الشوط السابع، والشوط السابع مخصص للقاية البكار وآخر سيارة في هذا الصباح. للمركز الأول سيارة وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية والنداء للمراكز الخمس الأوائل. ونتابع وياكم الآن مقدمة هذا الشوط، وراء الآن اللي في المركز الأول هيبة، هيبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر فهد بن حصين النعيمي، واسمها وهايب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر فهد بن حصين النعيمي. وفي المركز الثاني، المركز الثاني مزنة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة المضمر سالم بن فوران المري. وفي المركز الثالث، المركز الثالث أرى اللي في المركز الثالث الشاهينية، لكن الشاهينية بدأت تتسلل، بدأت تتسلل على حساب الجميع وتغير وتندفع إلى مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. ننتقل إلى مزنة في المركز الثاني. يا سلام يا مزنة، بدأت خطورتها تظهر أكثر وأكثر وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط، انتقالة تلقائية إلى مقدمة هذا الشوط. ها هي مزنة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فوران المري. ننتقل إلى المركز الثاني والغادمة هجوم، هجوم هجومها قوي على المركز الثاني في هذه اللحظات، عينها على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة الذي تعود ملكية هجن العاصفة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ننتقل إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث كفاح لهجن العاصفة الذي تعود ملكية هجن العاصفة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الرابع، الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز الخامس، الظبي لهجن العاصفة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط، إلى التسلل على مقدمة هذا الشوط من قبل هجوم، هجمت هجوم قوي لكن مزنة ردت، مزنة وهجوم، المعركة طاحنة ونحن نقترب من خط النهاية، نقترب من التتويج للمركز الأول، وهجوم لا زالت هاجمة على مقدمة هذا الشوط. ومزنة تحاول اللحظات الأخيرة، اللحظات الحرجة، 200 متر، مزنة وهجوم، مزنة وهجوم، يا سلام، معركة طاحنة على مقدمة هذا الشوط شوط بين هجوم ومزنة، اللحظات الأخيرة، الخط النهائي رحب بقدوم هجوم. تهانينا لهجن العاصفة. المركز الثاني مزنة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. المركز الثالث كفاح لهجن العاصفة. المركز الرابع الفايزة في المركز الرابع لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم. المركز الخامس، المركز الخامس رسالة لسعادة الشيخ ثاني بن علي الثاني. تهانينا للجميع والناموس. التوقيت الزمني من مخرجنا أحمد الحمادي ساعة وصول هجوم ومزنة إلى خط النهاية. هي هجوم تهجم على خط النهاية وتنقض على المركز الأول، قاطعة مسافة 5 كيلومتر في زمن وقدرة 7 دقائق 49 ثانية 37 جزء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، تهانينا للمضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي. المركز الثاني كان من نصيب مزنة، قاطعة المسافة 7 دقائق و49 ثانية 56 جزء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. تهانينا المضمر الذهبي سالم بن فوران المري الذي وصلت في المركز الثالث.
المركز الثالث كان من نصيب كفاح قطع المسافة 5 كيلومتر في زمن وقدر 7 دقائق 52 17. جزء من الثانية تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، تهانينا للجميع والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء مستمعين الكرام،